إلهي يا من أنوار قدسي لأبصار محبيه رائقه وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقه يا من القلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك وأن تجعلك أحب إلي مما سواك وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك وامنن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي ولا تصرفني عن وجهك واجعلني من أهل الإسعاد يا لطيف يا رحيم يا كريم يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين وصحابته المكرمين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مناجات. مناجات تلطف وجداني متسرب إلى مكامن القلوب عبر ميزاب الأسماع بقوالب الشعر والبيان وعذب النغم وسحر الألحان. مناجات فرح بالمنة الإلهية وحمد وشكر بألسنة الطلب والدعاء والطمع في من لا يخيب لديه الرجاء. تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا، فبعدكم موت وقربكم حيا، ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا، نموت ببعدكم ونحيا بقربكم، وإن جاءنا منكم بشير اللقاء عشنا. أعزائي المشاهدين الأفاضل، نواصل حديثنا في عرض المبادئ الربانية والملاطفة الإلهية الداعية العبد إلى حضرته كي يدخلها في الدار الدنيا راجيا متبتلا مناجيا قبل أن يرد عليه في الدار الآخرة عند المحشر والحساب ولزوم النعيم أو العذاب، زاحفا كادحا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
تدخل حضرة الحق في الدنيا لتستغفره هنا في متاح وقتك وفي فسحة عمرك، لتخاطبه هنا قبل مخاطبته إياك هناك، يظهر عليك شواهد كرمه هنا قبل أن يكرمك بمنتهى كرمه هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما من أحد إلا وسيخاطبه ربه يوم القيامة ما بينهما ترجمان، يحنو عليه حتى يكنفه فيقول: عبدي أتذكر فعلتك كذا يوم كذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي. فيقول الحق: هل تنكر من ذلك شيء؟ فيقول العبد: لا يا ربي. فيقول الله تعالى لعبده: فما تظن أني فاعل بك؟ فيقول العبد: رب كريم غفور رحيم. فيقول الله تعالى لعبده: إني سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك في الآخرة فادخل الجنة. فيخرج العبد إلى الناس فيقولون: سبحان الله، عبد ما عصى الله قط. سبحان الله، خرج العبد من الحضرة الربانية نقيا طاهرا كما ولدته أمه، لأن الله تعالى غطى وصفه بوصفه وستر عيبه بعفوه. وهذا شأن مجالسة الكريم الملك العظيم الغني. ساعة مع الغني تغني، بل نظرة من الغني تغني، كما ورد في الحديث: من اطلع الله عليه لا يعذبه أبدا. مجالسة في الآخرة ومحاضرة بين الله وعبده، ونجوى بين السيد الملك مع العبد الآبق المسيء، نجوى بالتلطف الرباني والمؤانسة الرحمانية، كل ذلك دون أن يكشف له عورة ولا أن يزيل عنه سترة، بينه وبينه فهو الغفور الستار. والمناجاة مجالسة للحق في الدنيا، وانكسار العبد بين يدي الحق في ليل الضراعة والتبتل حضرة إلهية. وحديث العبد مع ربه بلسان الثناء والاستغفار والطلب والدعاء حضرة إلهية، والصلاة حضرة إلهية، والمساجد حضرات إلهية، إذ هي بيوت الله. وفي الحديث: من جاء إلى المسجد فقد زار الله في بيته، وحق على المزور أن يكرم زائره. وعيادة المريض حضرة إلهية. ففي الحديث القدسي: عبدي مرضت ولم تعدني. فيقول العبد: كيف أعودك وأنت الله؟ فيقول: مرض عبدي فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. وانكسار القلب لأجل الله أينما كان صاحب هذا القلب دخول إلى الحضرة العلية. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. سبحان الله، هو عندهم، هو جليسهم، هو معهم، بعنايته برحمته يكنفهم، بسكينته يسكنهم، بكرمه يكرمهم، بألطافه يتحفهم. ولا يبرح الداخل حضرة الحق سبحانه إلا بذنب مغفور ورحمة متجلية وحاجة مقضية، فإن الله سبحانه وتعالى أحق على نفسه أن يكرم ضيفه وينعم جليسه ويتحف زائره، فلا يرجع زواره إلا بما يليق به، ولا ينفك جليسه عن مجالسته إلا بما هو أهله. تظهر عليهم أنوار الجليس وألطاف المجالسة وإتحافات المؤانسة. المناجات
مجالسة مع الملك، المناجاة لله، محاضرة مع الله، المناجاة لله، قرب وتقرب من الكريم. ومن أكرم بدخول حضرته في الدار الدنيا فإنها بشارة لمجالسته في الدار الآخرة، فإنها شاهد لسعادة العبد غدا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. فيا رب صلي على المصطفى.
صلاة تكون أمالا لنا. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 أعزائي المشاهدين الأفاضل، اخترنا لكم في فقرة بشارة المحبوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثاً عن محبة الله: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويكره البؤس والتباؤس، ويحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث المغفرة: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. والحمد لله رب العالمين. أدعوك بلسان أملي لما كل لسان عملي. إن أطعتك رجوت إحسانا، وإن عصيتك رجعت إليك أطلب غفرانك. اللهم إنا نسألك برحمتك التي بدأت بها حتى قاموا بطاعتهم
يحسن باديا وائدا يا كريم إلهي أنت المحسن وأنا المسيء ومن شان المحسن إتمام إحساني ومن شان المسيء الاعتراف بعدواني يا من أمهل وما أهمل وستر وأنت العزيز وأنا الحقير يا